خليتيني يعني واعية لللايف ستايل حق حياتي، شلون يكون مع شعري، لدرجة قاعدة أحط خطط وتعامل جديدة مع الشعر. قمت أحس إني أقرب من الشعر، قمت أحس إني أفهم الشعر أكثر، أفهم شنو قصة الشعر، ليش لازم يكون أجمل، ليش لازم أراعي شعري. طلع مو بالسهولة اللي إحنا متخيلينها. نحنا هون بديمالون ننشر الوعي عن طريق التعرف على ذاتها، شعرها. تقدر تتعرف على نوعية شعرها وكيف تستخدم المنتجات لشعرها وتتعامل معه بالحياة اليومية. أوكي، لابد من الصالون بس مش كل يوم. أنا بحب العميلة يكون عندها اكسبيرينس خاص فيها مع شعرها، لأن شعرها غير شعر نيفين، غير شعر مشاعل، غير شعر بشاير، غير شعر إيما، غير شعر ديما. ما قبل بين 18 إلى 15 سنة صارت لي مواقف سيئة أنا مع راسي. أنا حسبالي إن أنا أفهم بالصبغ وأصبغ شعري كل يوم، يعني مرة 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 لمدة أسبوع، يعني 7 صبغات، لدرجة قمت أسمع صوت فروة راسي قاعد يغلي وأنا ما كنت فاهمة إيش قاعد يصير معاي، وهذه غلطة من أخطائي. كنت بأمريكا، قالوا لي تعالي خلينا نوديك صالون. وواحدة عرفتني على واحدة عندها مركز صالون كبير ضخم في لوس أنجلوس، وبلغت صاحبة الصالون، قالت لي تعالي خلاص بغض شعر في لون صبغة حلوة بتطلع عليك. قلت لها أنا ترى فيني شوية حساسية، فتقول لي عادي ما راح يصير معك شيء. قلت لها ترى حساسيتي يعني قوية، شو ما راح يصير شيء، أنا يعني أفهم وأعرف كل شيء. صبغت شعري، رحت البيت نمت، قعدت ولا اشوف تسوي هوار، متفوخ كذي بمعنى الكلمة متفوخ، وقعد يمشي يدور، ما ادري اول مرة اشوف شيء كذي يدور حوالين وجهي. فبالصدفة صاحبة الصالون زوجها دكتور، فلما شافني قال هذا خطر، هذا تسمم، هذا يموت اصلا، فقام عطاني ابرتين ثلاث عشان ينقذني من الموقف اللي صار ومن الالتهاب. حتى كان عندي حفلة في تلفزيون في لوس أنجلوس، اضطريت ان انا ديما اسوي كذي عشان اغطي الورم اللي بوجهي، يعني نص وجهي مغطيته بالشعر. الكل يسأل ليش، يعني ايش صاير فيها، ليش الشعر وايد مبالغ فيه كذي. فكنت اقول لهم ان انا شعري وارم لان في صبغة اثرت على راسي. يوم من الأيام وأنا بالكويت كان عندي صديقة أجنبية، قالت لي امشي بوديك بروح صالون، امشي خلينا نروح وياك، نروح مع صالون جربي الصبغة اللي بالصالون. فقلت لها لا أنا صالونات صبغ بعد ما أروح، ما أبي أصبغ شعري كلش، أنا مانعة شعري وراسي من أن أقرب للصبغ، لأن فيني صار فيني ورم كبير وتسمم، وكنت يعني صار فيني رعب في وأنا في أمريكا. قالت لي يبا تعالي جربي شوفي ايش راح يصير، يعني شوفي تعرفي على المرة وشوفي المكان. قلت لها لا 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 مستحيل، انا صار فيني عقدة من الورم و أكبر أختي مشاهد متفرج. ايه كان يعني كان رعب للأمانة. تقريبا من كم سنة إيما كان الموضوع؟ قصدك لما نيت عندك ولا لما أيوة رحت أول ما عرفتي كم سنة ما ادري 10 سنين يمكن ولا اكثر بالضبط؟ بالضبط تقريبا. تعرفت على إيما من عميلي، كانت عندي عميلة أجنبية. 10% من الناس عندهم تحسسات من صبغات من الكيميكال. المفروض الواحد يعرف شو في تحت، يعني أي فروة عم يتعامل، كيف عم يتعامل الشخص. في تيست بينعمل للصبغة قبل على الجلد، بيبين شنو المردود والتأثيرات للصبغة. هذا مظبوط صحيح. وفي ناس عندهم أصلا كمان إنرجي من المواد الطبيعية، يعني مو بس من الكيميكال. في ناس إذا استخدمت لهم أنا مواد طبيعية هم بيصير فيهم حساسية. كمان هدول 10%. بلشت ديما تقنعها لإيما شلون تصبغ شعرها عندها. بلشت مع إيما تريتمنت، حبت الشغل عندي. بعدين مرة قلت لها انتي توثقين فيني؟ قالت لي ايه. بالضبط، احنا صرنا 22 سنة بالنسبة للي بيتابعونا. في مادة بالصبغ
تسبب حساسية حق بعض الناس. بس ديما شو تقول؟ تقول إن حتى في ناس مواد طبيعية وعضوية وهم بعد يأثر على راسها، فهي لازم تسوي اختباراتها على العميل، على العميلة. فديما قالت لي أنا خلي الموضوع عندي، اللي سوت لك شيء ترى ما تعرف سوت لك كذا كذا كذا، وما كانت قاعدة تسمعك. فقلت لها أنا خايفة، لا أنا راسي ما بي يعني ما بي أجيسة صدور، كنت خايفة فعلا، عندي عقدة عودة من الرعب اللي صار فيني طويهي. قالت لي خلي علي، تثقين فيني يعني حطي الثقة فيني ولا تحاتين، بس سوي 1 2 3 اللي أقول لك عليه. فوالله سويت لي الصبغة وأنا خايفة، يعني ما أدري إيش بيصير، وخايفة أروح مستشفى وأطيح. ما اخذت رقمك وقلت لك انا بس بطمن عليك بس عشان اشوف انه ما راح يصير معاكي شيء، صح. ودقيت على تقولي لي ها والله انا خايفة بس للحين ما صار فيني شيء. وسوت لي الصبغة وطلعت من أروع ما يمكن. قلت لها والله زين ما في شيء، يعني طلعت لي الحساسية هذه الطبيعية نقط، بس ما طلع لي شيء حساسية ولا شيء. عرفت تتعامل مع راسي، عرفت تتعامل مع شعري، يعني من يومها وأنا كله عندي. صارت لي 3 تجارب حلوة مع أديمة، حتى يعني تو ذكرت إن كان عندي عمل سينمائي وطلبت منها إنها تصبغ شعري، وقعدنا نتناقش على طريقة الصبغة. فهمت شنو أنا أبي بالضبط. شمايل تدري شافتني يعني بهالصبغة هذه الأخيرة اللي قبل يمكن 7 أشهر 8 أشهر، فصبغت لي صبغتين الخيال، خيال أنا حقي حق شغلي، يعني طلعت مع الكاميرا والإضاءة وإحنا نصور تينن، وايد راقية وايد طبيعية وايد اللون جذاب على بشرتي، مفتح وجهي. يعني كثر ما أستخدم مثلا أي نوع من المنتجات أو حتى لو وجهي طبيعي، ما كنت أحس ولا صبغة إن وجهي طالع. مع هالصبغة بالضبط كان وجهي متلألئ، سواء بالكاميرا ولا بدون الكاميرا، الصبغة كانت جميلة ولامعة علي. فهذه تجربة يعني أنا ما أنساها بحياتي. ودي أعرف، كنت أسألها حتى أقول لها شنو نوع الصبغة هذه، ما تقول لي ديما إيش اسمها، تقول لي لا صبغة صبغة شنو اسمها عشان ما تقول لي إياها. بس صبغة مميزة ما حد حطها لي إياها للأمانة، يعني كانت صبغة راقية وإليجنت. هذه من الموقف الثاني عندي، في موقف ثالث بعد. في اخت سألة انه الصبغة اللي صبغت لك اياها كانت بأمونيا او لا طبيعية؟ لا كانت مو فري امونيا، كانت بأمونيا وكان فيها كيميكال وهي كان علاجية. انا لما اقول حق العميلة بصبغ لك هذا البرودكت يقولي لا انا جربته وما ما هي فيها زيوت، والزيوت هاي بتغلف الشعر بتعطيها نعومة بس عم تنحط بطريقة غلط، يمكن هي شاريتها من شي مكان حاطتها بطريقة غلط فشافت المردود غلط فصار عندها فوبيا من هي الصبغة. أنا عندي عدة منتجات من الصبغات فبستخدم كل صبغة حسب نوع خربة العميلة فلهيك هي علاجية. أنا متأكدة من وعي العملاء ملوتي، عملائي بشكرهم على ثقتهم فيني ودائما انا بيحكوا لي هذه فري امونيا بحكي لهم هذه مو فري امونيا، بس اذا بدك في فري امونيا موجوده فري امونيا فبخيرها بين الاثنين وبفهمها الفري امونيا كم بدهم واي من اي جزء بتشتغل على الشعر. 2007 انا حسبالي ان انا اعرف اصبغ، فسويت التعليمات اللي مكتوبه بالصبغه اللي من الجمعيه من الصيدليه مشتريها. فحسبالي ان راح اجيب الدرجه اللي انا اجيبها. كل يوم كنت اصبغ، كل يوم 7 مرات 7 ايام ورا بعض. اخر يوم بديت اسمع صوت غليان كذي، هذا الصوت
فأنا خفت، قلت شنو هذا، من وين الصوت، قاعد أدور وين، من وين صوت هذا الغليان. فاستوعبت إنه من راسي، وكانت مفاجأة بالنسبة لي، إنه كان مخيف شلون من راسي يجي صوت غليان. أنا أول مرة أدري إن الصبغ يطلع صوت غليان من فروة الرأس. هذه أنا ما أدري شنو قصتها، يمكن أنت تفهمينا إياها ديما. فبعدين هذا الغليان يعني خطأ يعني يأثر، وفعلا من يومها أنا راسي ما عاد راسي، ولا فروة راسي هي راسي قبل اوكي، هالمرة. هاي ممتاز والله، انت جبتي نقطة حيل حيل حلوة، وانا جدا سعيدة انك اعطيتيني هالفرصة لاحكي عنها. الغليان اللي طلع من الشعر، ليش بقول لك الصبغ بده ناس محترفين، هون طلع صوت غليان. ومع الايام يعني شفتي انه في حرارة طلعت وشعرك تقطع. غالبا هذا بيجي بالتفتيح، تفتيح الشعر، فانت كنتي عم تفتحي. انزين، اليوم انا لحتى اعمل تفتيح للشعر بدي اتاكد من عوامل خاصة بالمرأة. اول شيء العادة الشهرية، ما بعمل لها تفتيح وعليها العادة الشهرية، لانه جسمها بيكون حرارته اكثر من الايام الطبيعية. هاي نقطة مهمة لازم ننتبه عليها كلنا. التفتيح إذا الجسم بيكون يعني الحرارة مالته مرتفعة، فبتعطي حرارة للشعر. طريقة الدمج، يعني أنا اليوم لحتى أعمل تفتيح لعميلة لازم أسوي تيست بأرقام، عندنا أرقام معينة، فبعمل تيست بالشيء أقل ضررا، بعدين بشوف ممكن اعمل تيست تاني اكتر اعلى شوي، ما بروح على طول على اعلى رقم وبعمل لها اياه. فانتي عاملة اعلى رقم فاعطاكي هذا الشيء. لازم اعرف سماكة الشعرة قبل ما اسوي اصلا تفتيح لها، يمكن هي ناعمة، بروح بحط لها رقم عالي مثلا رقم 10، ما بيصير، فبروح على الأرقام الخفيفة الناعمة اللي بتناسب رقة الشعر مالتها. في شعر سميك، في شعر رقيق، في شعر بتشوفيه حجمه كبير بس هو رقيق بس عامل فوليوم. فحسب نوع الشعرة أنا بخلط، بحط دايما المواد اللي بتناسب حجم الشعرة وبتناسب فروة الرأس. في عوامل كتير لازم نحنا ننتبه عليها، والحالة النفسية مالت العميلة بدي اياها تكون متأكدة من احساسها، وعارفة ان اليوم هي جاي عشان تعمل نيو لوك ليزيدها جمال، شي رح يكمل انوثتها. اي ما اللي انعمل لك انعمل برقم عالي مخالف مبادئ وقواعد الصبغة، نحط تحت حرارة معينة عالية، حرارة الجسم ما بيكون مناسبة، في ناس كتير ما بنقدر نصبغ لها لأن بيكون عليها العادة الشهرية. في رولز معينة نتبعها قبل عمل أي صبغة أو أي تفتيح. يعني كنت جاهلة للأمانة، إن أنا حسبالي إن أنا بمجرد ما أقرأ تعليمات الصبغ اللي موجودة مع الكرتونة بالجمعية أو بالصيدلية، حسبالي إن هذا كافي إن أنا أروح أصبغ بروحي بالبيت. أنا متضايقة ندمانة، قد شعر راسي، يا ريت في حل. يعني ما راح أقدر أعيد الزمن، بس يا ريت في حل على الخطأ الكبير اللي أنا غلطته. ترى لاحظوا أنا عندي هني فراغات بسبب هذه المشكلة اليوم اللي صبغت فيه، وتجرأت وبجهل مني إن أنا أصبغ بنفسي بالبيت. ما أدري هالمعلومات إن في حرارة معينة وحالة نفسية معينة وفيزيولوجيا لازم أنا يكون في شيء، أنا وضع معين. مظبوط، أحيانا بيدخلوا عنا 2 عملاء، وحدة بردانة وواحدة جسمها، وحدة مشوبة يا حرانة عندكم صح؟ فأنا أحتار أطفي ولا أشغل المكيف، مش عارفة. فبحطه دايما للرقم نورمال بحيث إنه
الواحد يتأقلم. عموما أصلا الجسم تتغير حرارته بعد نص ساعة أو 20 دقيقة مع المكان اللي عايش فيه. يعني أنا اليوم حرارة التكييف عندي 22، برا 25 أو برا 18، فبيدخلوا بعد نص ساعة ما بيحسوا بالحرارة، الجسم بيتأقلم بعد 25 دقيقة على الحرارة. فليش حكيت هاي القصة؟ لأنه أحيانا بتكون وحدة عم بعمل لها غسيل لون أو تفتيح أو خصل أو شمبري، فضروري حرارة الغرفة، فبتجيكي وحدة بردانة بتقلي طفي التكييف. ما يصير، عرفت؟ ما يصير أطفي التكييف، في مواد، في أشياء، الجسم، الشعر، ما بيناسبه أني أطفي التكييف. لازم في حرارة معينة للشعر لما بتدخل على الصالون، عرفت؟ بالصبغات لازم في حرارة معينة، البيئة المحيطة لازم تكون بحرارة معينة. هاي غير الصوت، غير الموسيقى اللي بدك تسمعيها. أستاذة، أنا عندي بعد شيء ثالث صار لي معه شوية حلو. إن أنا يوم من الأيام هم كذي من حركاتك الحلوة قلتي أنا راح أسوي لك صبغة، بس بعيدة عن فروة الراس هذه المرة. فقلت لك أوكي بعيدة، يلا خلينا نشوف شنو هي هذه الصبغة اللي تكون بعيدة، لأن ما عندي خبرة بالصبغة. فأنا ما شفت شنو سويتي ورا، انتي وريتيني بس انا ما ركزت، ما شفت يعني، ما كنت منتبهة في صبغة بس مو فاهمتها. فوانا بامريكا مسافرة الناس كانت تقول الله شنو هذا شعرك في كذي، يمسكون شعري ويلعبون فيه، الله هذا شعرك شلون كذي صاير، ما كنت فاهمة ان شلون يعني شعري شلون صاير كذي، الله شلون يلمع كذي، شلون اللون يطمع. بس مرة من المرات واحدة من الأمريكية قالت لي، هذه الأخيرة اللي نبهتني، قالت الله شنو هذا، شلون انتي هذا شعرك؟ كان أقول لها شلون شعري يعني أكيد شعري، تقول لا في درجة غريبة كذي تلمع مع النور. فقلت لها شلون يعني تلمع؟ قمت هني خلتني أركز، فقمت قاعدة أطالع بالمراية مع ضوء الشمس في هاللحظة، كان أقول الله شلون كذي، كنا طبيعي ما يطلع هاللون إلا مع ضوء الشمس، ما كان يطلع طلعة كذي، لا مع إضاءة معينة تنكسر تطلع لون محدد بدرجة بشعر معينة، بعد مو كل الشعر. فهني أنا انبهرت، قلت الله شو مسويت لي دي مهني، لحد اليوم هذه أنا فهمت إنها خصلة، شنو هي بالضبط يعني تفصيلا فنيا اللي أنتي مسويتها ما أدري. هي الخصلة دائما عملائي أنا بحط بصمتي في شعرهم. أفكار عن الصبغات إنها هي بتأذي الشعر، هي بتطلع شيب، هي بتتلف الشعر، معتقدات وعايشين فيها ومتبنين الفكر هاي وعايشين معاها. فبصمة دي ما شان تسويها، العميل اللي عندها فوبيا من الصبغ بتحط لها خصلة وبتقول لها روحي تعايشي معاها. الغرض من الخصلة بقلها دايما حطي ايدك على شعرك الطبيعي وعلى الخصلة، اذا لقيتي في فرق لا تجين عندي ولا تصبغين، لا تفكري بالصبغ لا عندي ولا عند غيري. فبحط لها اياها، بتروح العميلة بعد شهر شهرين ثلاثة اربعة اقتنعت بالصبغة بعد ما شافت انه شعرها ما تأذى، ما صار في دمج، ما صار في اي شيء، حبتها وتعايشت معها، فراح ترجع وتطلبها. فهي بصمة ديما اللي بتحطها بشعر عملائها. صبغاتي كلها ما بتحتاج لا رنساج ولا إعادة ولا شيء. أتمنى إذا في عميلة عندي مرة صبغت لها وقلت لها تعي اعملي رنساج، حتى بتقلي ديما متى أسوي رنساج؟ أقول لها روحي ما في لا رنساج ولا شيء. تقول انا اسمع موسيقى تقيمة شعري يستانس يطير من الوناسة. نحن دائما نشغل موسيقى ايما بالصالون. انا ايما عشقتها، عشقت صوتها يعني، حبيبتي وكانت تدلعني دائما اقول لها ايما انا اصبغ لك وانتي غني لي، غني لي واحب صوتها، احسها خيال، عالم ثاني. يكون عندنا ايفنت او شيء، ف تطوعا منها والشكر، وأنا ممتنة جدا لها، بتخلي عملائنا مبسوطين وبتطربهم بصوتها.
وبحسن أخلاقها وبجمالها وبتواضعها. تسلمين يا دينا، انتي والصالون والستاف مالك وخدماتك ورعايتك للناس وافكارك الحلوة، افكارك الايجابية ورقيقة ومحبتك لكل شيء. انت انسانة مجتهدة، اكيد كل الناس اللي حواليك ما يتمنى لك الا كل نجاح. انا اشوف الناس من وراك يتكلمون، شو يقولون؟ يتمنى لك النجاح والمحبة والإخلاص، وأشوف مش كثر عطائهم وياك، كأنه مشاركين معاك لهذه المسيرة. مع السلامة.